في بداياته لأعداء أهل البيت، ولكن هناك شيعة مرجئة أيضا. نمر مرورا سريعا على روايات أهل البيت، هذا هو الجزء الثاني من الكافي، صفحة 409. باب في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج والمرجئة وأهل البلدان. عن إمامنا الصادق الراوي يروي عن الإمام الصادق، الإمام يقول: لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج. القدرية هم المجبرة، لا أريد الآن الدخول في تفاصيل معاني الرواية، الحديث عن المرجئة. لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج. والقدرية إشارة إلى بني أمية، لأن هم الذين جاءوا بهذه العقيدة، بعقيدة القدرية. لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة، مرتين لعن المرجئة. قال: قلت لعنت هؤلاء مرة، القدرية والخوارج، ولعنت هؤلاء مرتين المرجئة. قال: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، يعني الذين قاتلوا عليا في الجمل، هؤلاء أمرهم إلى الله، الذين قاتلوا عليا في صفين وهكذا. إن قتلتنا مؤمنون، الذين قتلوا الزهراء وهكذا، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. هؤلاء جميع المخالفين، هذا عنوان لجميع المخالفين. إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. إن الله حكى عن قوم في كتابه: لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا الخطاب لليهود في زمان النبي، واليهود في زمان النبي ما قتلوا نبيا. قال: كان بين القاتلين والقائلين 500 عام، فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. فهؤلاء قتلة أهل البيت موجودون إلى يومنا هذا بحسب هذا القانون، وهذا القانون واضح، هذا قانون قرآني. الله يخاطب اليهود في زمان النبي بأنهم قتلوا الأنبياء، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يخاطب اليهود الذين كانوا يعيشون في يثرب، في مدينة النبي، يقول لهم بأنكم قتلتم الرسل. هذا القانون يسري. هؤلاء الذين يدافعون عن قتلة أهل البيت عند المخالفين، سيأتي الكلام عن الشيعة، هؤلاء بحسب هذا القانون هؤلاء هم قتلة أهل البيت. لذلك الإمام ماذا يقول؟ فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. هؤلاء ثيابهم ملطخة بدماء الحسين، هؤلاء ثيابهم ملطخة بدماء الزهراء. هناك مرجئة للشيعة، وهذا كان في زمان إمامنا وفي زمان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا، وهذا المصدر هو رجال الكشي، رقم الحديث 458. عن إمامنا الصادق قال: قال لي أبو عبد الله: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ شخصية شيعية توفيت، عالم من علماء الشيعة، مرجع في المراجع الشيعة. فالإمام يسأل أحد أصحابه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير من الشيعة،
الإمام ماذا يعلق؟ قال: أما أنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. هذا في زمان الإمام الصادق. المرجئة من هم؟ المرجئة هم الوحدويون، الدعاة إلى الوحدة، هؤلاء هم المرجئة، وهؤلاء كانوا موجودين في ذلك الزمان، لأن المرجئة هم الذين يبررون لأعداء أهل البيت، فيقولون أمرهم يرجأ إلى الله، صحابة النبي وفيما بينهم يصطلحون. الذي جرى بين فاطمة وبين أعدائها، هؤلاء أصحاب محمد وهذه بنت محمد، وهم يصطلحون فيما بينهم، والأمر متروك لله.